يا أخي أنت مالك؟ أنت وكيل نيابة ولا صديق؟ في الكلام لا تدخل في الجدل الكثير والمناقشات. في واحد عايز يجادل، عايز يثبت إن عنده مخ، وفي إنسان لما يجادل غيره يبقى هدفه مش إنه يصل للنتيجة، هدفه إنه ينتصر على غيره في المناقشة، أو ممكن اللي بيكلمه هو يقاطعه في الكلام أو يعلي صوته عليه ويتهيألك إن في خناقة، وهي مش خناقة، دي مناقشة، لكن حولوها إلى خناقة. اللي زي دي مثل هذه المجادلات لا تفيد شيئا، بل على العكس تعطي صورة رديئة أمام الغير عن الناس اللي بيتكلموا. كلمت واحد ولقيته مش موافق، ما تقعدش تضغط عليه، خلاص يا عم انت مش موافق خلص، يقول لك رأي صح، تقول يا سلام انت باستمرار طول عمرك صح، نشكر ربنا، وتسيبه على كده. هو هيكون عارف انك مش موافق، بس ما عندكش وقت للجدل ولا للمناقشة. ايضا في كلامك مع الناس ما تقعدش تسأل اسئلة كتير تدخل في دور التحقيقات، عملت ايه ولما خرجت قابلت مين وقال لك ايه وقلت له ايه وايه الموضوع اللي كنتوا بتتناقشوا فيه واتفقتوا على ايه. يا اخي انت مالك؟ انت وكيل نيابة ولا صديق؟ يدخل في هذا الامر ايضا دخول الانسان في غير اختصاصاته. في واحد يقابل واحد وعايز يعرف جميع اسراره، انت بتعمل ايه وجنسك ايه وحالتك ايه، وقول لي الكلام اللي عندك، ربما انصحك نصيحة كويسة. يا اخي مش عايز نصيحة، خليك في حالك، ما فيش فايدة. لازم وبتكتم عليا ليه؟ هو انت ما بتثقش بيا؟ هو انا مش صديق؟ هو انا ويقلبها زعل. لا تحاول انك انت تخش في اختصاصات غيرك، لا تحاول انك انت تخش في اختصاصات غيرك. في بلاد الغرب اذا وصل جواب للابن، الاب لا يجرؤ ان يفتح جوابه، واذا وصل جواب للزوجة، الزوج لا يجرؤ ان يفتح. دي خصوصيات، هم من نفسهم يفتحوا، اللي عايزين يقولوه يقولوه. فلا ترغم غيرك ان يقول لك ما لا يريد ان يقول. في ناس عندهم طريقة الضغط، يضغط 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 لما اللي قصاده يتعب، او يلح 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 لما اللي قصاده يتعب. عايزين تكسبوا غيركم، ابعدوا عن الالحاح غير المقبول، وابعدوا عن الضغط غير المقبول. فالناس لا يحبون الالحاح الشديد ولا الضغط. ان كنت عايز تكسب غيرك، خليك هادي من النوع الذي لا يغضب ولا يتنرفز. الشخص الوديع لا يغضب احدا ولا يغضب من احد، يعيش في سلام مع جميع الناس. كن كالنسيم العطر الذي يمر على الناس، وليس كالريح العاصفة التي تمر عليه، عشان تبقى مقبول. في ناس لما تقعد معاهم تبقى عايز القعدة ما تنتهيش، وكلما أرادوا أنهم ينصرفوا تقول لهم استنوا شوي. وفي واحد تاني تقعد معاه كل شوية تبص في الساعة وتقول امتى يا رب القعدة دي تنتهي، وهو مش عايز ينهيها، وانت تصلي وتطلب ان حد يصلي معاك ان ربنا يستجيب لصلواتك
إن القعدة دي تنتهي على خير، لأن واحد منهم مريح والتاني مش مريح. كذلك إذا أردت أنك أنت تطلب يعني تربح الناس، لا تطلب منهم فوق ما يطيقون، لا تطلب منهم فوق ما يطيقون. ممكن تقول الطلب وهم إذا كانوا قادرين هينفذوا، مش قادرين ما تقعدش تلح وتلح وتلح وتضغط وتضغط وتضغط، يشعروا أنك بقيت ثقل عليهم من كثرة الضغط وكثرة الإلحاح. ودي ربما بتكون أحيانا بعض الأسباب اللي بتخلي الزوجين ما يستمروش مع بعض أو الأصدقاء ما يستمروش مع بعض، الضغط والإلحاح والكلام في غير وقته والطلبات فوق ما يطيقها الشخص. في نفس الوقت أيضا إذا زرت إنسان اطلب ميعاد للزيارة قبل ما تروح، مش تطب عليه كده زي القضاء والقدر، لا. وجايز واحد يزور إنسان في فترة امتحانات الطلبة ويقعد يتكلم ويضحك ويهيص والعيال مش عارفين يذاكروا، فياريت تبطلوا الزيارات في أيام الامتحانات، خلوا العيال يذاكروا. ومع ذلك مثل هذا الشخص يقول لهم شدوا حيلكم يا أولاد، وهو اللي مضيع حيلهم بمناقشاته والجدل في البيت.